كروري من أسوان على الهاتف يقول لنا أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أسوان. إيه ده كروري، إزيك؟ صباح الفل يا كابتن إسلام. صباح الفل يا حبيبي، الحمد لله كله تمام. يعني قول لنا برضو النهاردة، امبارح أنت كنت معانا لغاية الساعة 1 بالليل، قول لنا النهاردة ماذا حدث في مقر إقامة النادي الأهلي؟ اللي حدث النهاردة يا كابتن إسلام إن الفطار كان في تمام الساعة 8:30، ثم كان الغداء كان الساعة 12 11 وربع بالظبط، الغداء كان 11 وربع، استمر لحد الساعة 12 إلا ربع، المحاضرة كانت الساعة 1 إلا ثلث، وحاليا الفريق بيتوجه من الفندق دلوقتي إلى ملعب المباراة بأول تحديد الكابل. لحظات قليلة يبقى معاك كل الفيديوهات يا كابتن. ما احنا قدامنا فعلا ماتيريال تحرك النادي الاهلي، او ده قبل التحرك اعتقد، ده المحاضرة. اعتقد حضرتك المحاضره دلوقتي، لكن التحرك الان احنا نتحرك الان. طيب عايز اقول لحضرتك برضو، عايز اسال حضرتك عن كابتن محمود الخطيب، موجود اعتقد في النادي هناك في اسوان ولا لا؟ هو مش موجود في فندق الاقامه. مش موجود في فندق الاقامه، اصل انا شفت صوره كده فقلت اسال هو ولا مش هو. طيب متى سيتوجه بعثه النادي الاهلي الى ملعب المباراه؟ الان دلوقتي دلوقتي على طول الان حالا دلوقتي حالا دلوقتي بيتحركوا اهو. طيب خلال بالظبط لحظات مع حضرتك الفيديو. الحراره اخبارها ايه؟ درجه الحراره عاليه جدا يا كابتن اسلام، يعني انا درجه الحراره تكاد تكون 42 رطوبه بشكل بشع يعني. طيب هل السويسري ريني فايلر استبعد بالفعل احمد الشيخ واليو ديانج وجيرالدو ومحمود وحيد ومصطفى شوبير من مواجهه اسوان النهارده؟ خلال دقايق هكون مع حضرتك تاني وابلغ حضرتك فورا. طيب يبقى انا هسيبك دلوقتي يا دكروري، واول ما تعرف سواء عرفت تشكيل او عرفت من سيتم استبعاده ومن سيكون في القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي تجي لنا مره ثانيه علشان تبلغنا ماذا يحدث في ملعب المباراه. شايفين دايما بنحاول على قد ما نقدر نحط حضراتكم في كواليس ما يفعله لاعبو النادي الاهلي في مقر إقامة النادي الأهلي في أسوان. زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين في وقت الغداء متوجهين للغداء، وحسام عاشور ومصطفى شوبير وبقية اللاعبين متواجدين هيتغدوا طبعا، وبعد الغداء هيكون إن شاء الله في محاضرة فنية. طبعا الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده منذ قليل، الآن بعد أو منذ قليل أيضا انتهت محاضرة الفنية للاعبو النادي الأهلي، وبعد قليل سوف يتوجه الأتوبيس الخاص بالنادي الأهلي إلى ملعب المباراة. ولكن دايما بنحب نحط حضراتكم في كواليس ما يحدث في فندق الإقامة. صلاح محسن النهاردة هيكون على دكة البدلاء، أو لسه هنتعرف أكتر على الموضوع ده. كابتن سامي قمصان، الكابتن سمير عدلي، كل الإداريين والكل الحقيقة في خدمة لاعبي النادي الأهلي. شفتوا طبعا حضراتكم او سمعتوا من محمد الدكروري، عرفتوا ان درجه الحراره اعتقد فوق ال 40 42 43. اتكلمنا امبارح في ملعب الاهلي عن ان درجه الحراره سوف تؤثر بشكل او باخر على لاعبي النادي الاهلي. خدوا بالكم خلال الفتره اللي فاتت لعيبه النادي الاهلي دايما بيتمرنوا بالليل وبيلعبوا بالليل، وبالتالي مباريات الظهر دي بتبقى صعبه شويه على اللاعبين. يعني اسالوني انا في الحاجات دي، لانه ماتشات الظهر بتبقى ماتشات يعني صعبة شوية. لعبنا ضد كانو سبورت، ولكن أسوان مختلفة، 90 دقيقة اللي بتلعبهم على ملعب المباراة بيبقوا 90 دقيقة مختلفين تماما، خصوصا لما بتبقى الساعة 3 الظهر. وبالتالي يعني إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة لكل اللاعبين النهاردة إن هم يؤدوا مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين الكل الآن متوجه إلى غرفة المحاضرة الفنية علشان ياخدوا المحاضرة الفنية، وبعد كده إن شاء الله